أكون مشاهدينا الكرام في برنامج سيدتي على روتانا خليجية. اليوم عندنا خبر جدا مهم انطلق في تويتر بحملة اسمها جهود المملكة. هذه الحملة أطلقتها إحدى الطالبات المبتعثات ميسر الجبر. هدف هذه الحملة يهدف لتوضيح صورة المملكة خاصة ضد حملات التشويه اللي أطلقت ضد المملكة العربية السعودية. عشان نعرف أكثر عن هذه الحملة وأهدافها ومتى بدأت، معانا مؤسسة هذه الحملة الطالبة والمبتعثة ميسر الجبر. أهلا وسهلا فيك ميسر. يا هلا ومرحبا فيك مروة، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، مبسوطين بيك يا ميسر بكل جهودك. لكن في البداية ميسر قولي لنا متى بدأت الحملة؟ حبيبتي الحملة كانت هي يعني فكرة مسبقة لعصرها، يعني ما كنت أبغى أدشنها حاليا بس هي بدأت في حادث تدافع عمنا وخلال ما ظهر من الإعلام على طول من المشاكل وإيش أتكلم عننا الإعلام وإيش يعني إيش توضح إنه صورة المملكة إيش طلعها إنه المملكة 800 حاجي يعني ما وضحها بالطريقة الصحيحة، استخدم أسلوب بشع في الأخبار. فبدايتها طلعت الغيرة الوطنية وفجأة كده على طول بدأت في هاشتاج على طول. طيب جميل ميسر، أنت طالبة مبتعثة في الإعلام، أبغى أعرف كيف استخدمتي الإعلام لتصحيح صورة المملكة؟ طيب أنا مبتعثة حاليا عشان أحضر ماجستير في الديجيتال ميديا. الديجيتال ميديا والنيو ميديا هو العصر الحالي للإعلام. فأنا استخدمت منصة تويتر لأنه تويتر شغال، يعني هو أفضل منصة إعلامية في السوشيال ميديا. فاستخدمتها لأنها ماشية لكل طبقات المجتمع في كل الأوقات، فهي المكان الوحيد اللي الخبر يطلع فيه له بسرعة. صحيح. الخبر يوصل للعالم بثواني بس بتغريدة بس. طيب جميل، هذا كان هدفي. أبغى أعرف ميسر إيش سويتي في الحملة، يعني قولي لنا إيش البرامج اللي سويتوها، إيش الأفكار اللي طرحتوها في الهاشتاج. زي ما ذكرت أنه الحملة ما صلت تقريبا 3 أسابيع من بداية فترة الحج. يعني ما حكذب عليك وأقول لك لا، هو في برامج وهو في أشياء لحد الآن هو عبارة عن هاشتاج نشر. بنحاول نترجم فيها، يعني أنا كان جهد شخصي ترجمت فيها الأخبار أي خاصة بواس الخاص بالأخبار السعودية بالشرق الأوسط، ترجمتها باللغة الإنجليزية. صحيح أنه الترجمة شوية يعني تحتاج لصياغة أخرى بس حاولت أنه أوصل المعنى الصحيح والتوضيح عن المملكة السعودية وإيش صار. يعني الناس كلها بمجرد بس تحط كلمة سعودية تطلع لك مشاكل كثير، بيطلع لك مؤيد ومعارض المملكة. فأنا اخترت سعودي بلس افورس إنه هي جهود المملكة عشان أي أحد يعمل سيرش عن كلمة السعودية بالإنجليزي تطلع له على طول، يطلع له ده الهاشتاج ويعني على طول يعرف إحنا إيش قدمنا. احنا مره مبسوطين بك ميسر، يعني انت عارفه حملتي على عاتقك هذه المهمه وانتم فعلا سفراء الوطن، واحنا فخورين جدا بك وبكل الطلبه والطلاب المبتعثين اللي بيدعموا مثل هذه الحملات. سؤال اخير ميسر، عندك حلم لمشروع طلاب كليه اللغويات والاعلام، ايش حكايه المشروع؟ اوكي، هذا مشروع يعني هو مشروع من ايام انا في الجامعه، كنت ادرس نظريات اعلام، كنت ادرس الاستراتيجيه الاعلاميه لتوضيح الصوره عن الدول وعن هذا. فكان في هدفي انه يكون في مركز مخصص لرصد الاخبار. انا متوقع انه هذا المركز موجود بوزاره الثقافه والاعلام لكن يمكن ما هم فعل بالصوره الواضحه ويمكن احنا كشعب ما شفنا. يعني زي ما برنامج سيدتي بيرصد الاخبار وبيتابع الاحداث، احنا نحتاج كمان كاعلاميين وكلغويين نتابع الأحداث اللي بتصير حوالينا في العالم كله وخاصة عن المملكة العربية السعودية، نحاول نعمل تقاريرنا، نحاول نبني يعني أساسياتنا إنه إحنا كيف نحسن صورتنا. معليش الإعلام الأمريكي والإعلام اليهودي مسيطر على العالم كله، الغربي بصفة عامة يعني مسيطر على العالم كله في جميع القنوات، يعني السعودية ما تيجي 1% من الإعلام. فأنا أحتاج أحط الإعلام السعودي في منصة الإعلام العالمي، لازم إحنا نطلع لنا إن كان إعلام عربي أو إن كان إعلام خاص بالمملكة العربية السعودية أو كإعلام إسلامي، إحنا نحتاج نطلع بصوتنا، نطلع بأهدافنا، نطلع بكلمتنا، ما نكون بس يعني نعطي أذننا للصحافة والإعلام الثانية
ونيجي كشاب نحط في تويتر اوه بي بي سي كتبت عننا زي كده، بي بي سي قالت عننا زي كده. لا، انا انسان يتحرك، انسان يتكلم عن الشيء الصحيح اللي هو واثق فيه. يعني الحمد لله المملكه بفضل من الله تعالى وبفضل والدينا كلنا، المملكه لها فضل علينا كبير فاننا درستنا وصلتنا لدي المرحله. يعني تعليم مجاني، المفروض ما دام علمتنا مجاني المفروض احنا نبادر باشياء بسيطه. جميل، ميسر الجبر، وعجبنا جدا تفكيرك وطريقه تفكيرك، والله يوفقك انت وكل الطلبه. شكرا لك ميسر الجبر، طالبة ابتعاث ومؤسسة حملة جهود المملكة على تويتر من أجل تصحيح صورة المملكة في الإعلام الغربي. يعطيك ألف عافية.